وللمزيد حول هذه المبادرة ينضم إلينا عبر الهاتف العميد أحمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي. تحية طيبة لك حضرة العميد، وهل حدثتنا إلى أي مدى تتوقعون التفاعل مع فكرة خصم 4 نقاط مرورية سوداء مكافأة للملتزمين بالمشاركة في مبادرة يوم بلا حوادث؟ نعم، طبعا بداية باسم مجلس المرور الاتحادي وزارة الداخلية نشكر جميع الأخوة، طبعا وسائل التواصل وسائل التواصل طبعا الإعلامي من طبعا المقروءة والمسموعة والمرئية، ونخص طبعا تلفزيون دبي على التواصل الدائم معنا، وطبعا اللي هو يعتبر الشريك الاستراتيجي لوزارة الداخلية المجلس المرور الاتحادي. بالفعل طبعا أخوي يوسف، يعني وزارة الداخلية متمثلة في مجلس المرور الاتحادي وبالاشتراك مع جميع القيادات الشرطية إدارة المرور على مستوى الدولة، أعلن المجلس المرور الاتحادي عن مبادرة، يعني اعتبرها احنا مبادرة تشجيعية تنص على خصم 4 نقاط مرورية سوداء على طبعا قائد المركبة المخالف، وهذه تعتبر مكافأة للملتزمين بالمشاركة في المبادرة الوطنية يوم بلا حوادث التي طبعا أطلقها المجلس المرور الاتحادي، وإن شاء الله طبعا بتكون مع بداية العام الدراسي الحالي إن شاء الله في طبعا في الشهر هذا. يعني هذه المبادرة يعني يتوقع منها إن شاء الله أن تلاقي استحسان ويعني إقبال كبير من قبل قائدي المركبات للمشاركة وتوقيع التعهد في هذا اليوم اللي هو 28 الحالي إن شاء الله الشهر الحالي. بيحصل قائد المركبة المتعهد والذي قام بالتوقيع والدخول على طبعا موقع وزارة الداخلية وكذلك مواقع اللي هي قيادات الشرطة اللي تم طبعا الإعلان عنها إن شاء الله، بتكون هذا الإقبال من قبل قائدي المركبات. مثل ما عرف أخوي يعني يوسف والأخوة المشاهدين، هدف وزارة الداخلية تمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة، ونحن هدفنا في وزارة الداخلية دائما مع قائدي المركبات كل ما طبعا هناك الجديد لقائدي المركبات، هناك مجلس المروري يقوم باطلاع قائدي المركبات وتشجيعهم على الالتزام بقوانين السير والمرور اللي هو هدف وزارة الداخلية. حضرة العميد أحمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي، شكرا جزيلا لك.